في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين، استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر رفاع مساء اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعدد من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعدد من أفراد المجتمع. وقد رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تكريسا لنهج المجتمع وسنة الآباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة. وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير، منوهين بجهود تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.